يكتشف البشر كوكبا صالحا للعيش وبه حجر يساوي المليارات، لذلك قرروا القضاء على سكانه، لكن هذه المخلوقات لم ولن تتخلى عن كوكبها. السلام عليكم أيها الأصدقاء، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل أن نبدأ الملخص أدعوك لقراءة الحديث وأيضا الاشتراك في القناة فضلا منك والإعجاب بالفيديو، وبدون إضاعة وقتك الثمين فلنبدأ الملخص. جيك سالي جندي قديم معاق يعيش حياة قاسية، روتينه اليومي هو دخول في معارك في الحانات والندم على قرارات اتخذها سابقا، لكنه لم يكن يعلم أن حياته ستنقلب رأسا على عقب. وفي أحد الأيام اقترب منه بعض المسؤولين وأخبروه أن شقيقه التوأم قد قتل، اسمه توم. حزن جيك على أخيه، لكن الرجلان يريدان تعيينه لإكمال عمل أخيه الغير مكتمل، واتضح أن توم كان يخطط للتحقيق في كوكب تم اكتشافه حديثا يسمى باندورا، صالح للحياة مثل كوكب الأرض. يفكر جيك في الأمر ويخبرانه بأنه سيتقلب قاد الملايين، ويوافق جيك على الفور. وبعد ذلك تم وضعه في النوم لمدة 6 أشهر للتحضير لمهمة. وعندما يستيقظ جيك يجد نفسه مع العديد من الركاب في طريقهم إلى كوكب باندورا. حصل جيك على هذه الفرصة لأنه وأخوه يمتلكان تطابقا وراثيا. يتم نقل جيك والبقية إلى كوكب باندورا، ويطلب من الجميع ارتداء أجهزة التنفس. وبعد الهبوط على الكوكب يذهب جيك إلى العقيد مايلز، والذي يتحدث مع الجنود والمدنيين وأخبرهم عن سكان باندورا الأصليين قوم النافي، ويضيف أنهم إذ أرادوا البقاء على قيد الحياة فعليهم الالتزام بالقوانين. وبعدها ذهب جيك لزيارة المنشأة والتقى بعالم الأحياء نورم سبيلمان، وأعطاه لمحة عن صورته كأفاتار. وتستيقظ رئيسة البرنامج غريس أغوستين التي كانت كأفاتار، ويحاول نورم تقديم جيك لها، لكنها تبدو غاضبة وتخرج من الغرفة، ثم تذهب إلى قائد وممثل الإدارة باركر، وحاولت إقناعه بأن جيك عديم الفائدة لأنه معاق. لكن باركر يخبرها بأن جيك هو الشخص الوحيد الذي لديه جينات مثل توم، وهو أمر أساسي في تشغيل الأفاتار الخاص به. وفي الصباح اليوم التالي تم توصيل جيك ونورم بشخصياتهم، واستيقظ جيك كأفاتار، والآن جيك يستطيع تحريك ساقيه والمشي، وهو أمر لم يفعله منذ سنوات. جيك كان سعيدا وتجاهل أوامر الأطباء ويهرب للعب، ويشارك مع العديد من النافي البشري اللعب ويستمتعون بالوقت. وعندما ينام الأفاتار يستيقظ جيك البشري، وبعدها يلتقي بالعقيد ويبدأان المحادثة. يستفسر جيك عن الغرض الحقيقي من زيارتهم لهذا الكوكب. يخبره العقيد أن هناك نوع نادر من الصخور يعرف باسم أونابتينيوم، وتبلغ قيمتها المليارات، وتم العثور عليه عند أفراد النافي. ونظرا لأن النافي لن يتخلوا عن الصخور، يتوجب على جيك إقناعهم بالابتعاد. ويذكره العقيد بأن لديه 3 أشهر للاندماج مع الشعب النافي وإقناعهم بالبحث عن مكان آخر للعيش فيه. وإذا نجح جيك فسيحصل على أرجل، ولكن مع نهاية 3 أشهر إذ رفض قوم النافي التحرك فسيتم نشر الجنود والقضاء عليهم. يعود جيك كأفاتار مرة أخرى ويطير فوق باندورا، وتهبط المجموعة من الطائرة ويبدأون في جمع عينات من النباتات، لكن جيك كان مرتبك. بعد ذلك يأتي حيوان غريب اسمه تاناتور، وبدأ في ملاحقة جيك وعزله عن المجموعة. ولحسن الحظ تمكن جيك من الغوص في الشلال، يبحث الفريق عنه ولكنهم غادروا ظنا منهم أنه مات. وفي الليل يمسك جيك بعصا وتراقبه نافي أنتا، وتستعد لأن تطلق عليه سهم، لكنها تتوقف عندما يهبط كائن على السهم وتهاجم مجموعة من المخلوقات جيك، لكن الأنتا النافي تقوم بمساعدته وتضرب المخلوقات، ومع ذلك لا تحب رؤية جيك هنا وتطلب منه العودة إلى مكانه وتغادر. ويتبعه جيك ويطلب منها أن تعلمه مهارات البقاء على قيد الحياة. رفضت مساعدته، ولكن يهبط العديد من الكائنات المتوهجة وتحوم حول جيك، تأثرت وأخذته إلى مكانها وقريتها أوماتيكان، وتخبره باسمها نايتيري. وعندما يصل إلى شعب النافي لا أحد يحب وجوده هنا، وبالخصوص خطيب نايتيري وأيضا القائد المقبل تسوتي، ويريده أن يعدم، لكن نايتيري أوقفتهم وأخذت جيك
إلى والديها وهما الملك والملكة. أخبرهم جيك بأنه جندي سابق وأنه يريد التعرف على ثقافتهم وتقاليدهم. عندما تسمع الملكة كلامه تضربه بإبرة في صدره وتلعق دمه، وتخبرهم أن لديه روحا نقية، وتطلب من نيتيري أن تعلمه وتساعده. وبعدها أخذوه إلى السرير، وعندما ينام يستيقظ جيك البشري وشارك ما وقع له مع جميع العلماء، ويذكره العقيد بأن لديه 3 أشهر فقط لإكمال المهمة. يسجل جيك فيديو ويتكلم عن تجاربه ويسجلها كل يوم. طلبت منه نيتيري أن يختار تنين خاص به، كان مترددا، لكن بعد أن علم بأنه مجاني اختار واحدا. قام بالاتصال به، والآن هو ملكه ويتعلم كيف يوجهه ويستمتع بركوبه. وفي المنشأة أخبر جيك العقيد وباركر عن الشجر. العقيد يريد تدمير الشجرة، لكن جيك يطلب منه السماح له بالتفاوض مع النافي وأقنعهم بالمغادرة. علمت غريس أن جيك يتم التلاعب به، لذلك قامت بنقله إلى جبال هالولويا وهو مكان منعزل، واتضح أنها لا تريد الصخور، فقط هي كانت تبحث عن الكوكب. وفي أحد الأيام بينما كانت جيك ونيتيري يطيران، جاء طائر اسمه توراك وقام بالهجوم عليهم، ولحسن حظ اختبأ جيك ونيتيري. وتخبر نيتيري جيك بأن آخر شخص ركب على توراك كان جدها الأكبر، وأنه من عقود لم يجرؤ أحد على الركوب على توراك. ومع مرور الأيام بدأت قبيلة النافي بقبول جيك كواحد منهم، حتى أنهم أقاموا حفلا لتكريمه. وبعد الحفل أخذ نيتيري إلى مكان الصلاة، وأخبرته نيتيري أنه قد يختار الآن امرأة كزوجة. يفكر جيك لبعض الوقت ويكشف لها أنه يريد الزواج منها. بدت نيتيري متفاجئة لكنها وافقت، ويستعيد جيك البشري وعيه، وانقسم تفكيره بين المهمة التي منحه العقيد والقوم النافي الطيب الذي أحب العيش معهم. وفي الصباح تستيقظ نيتيري وتلاحظ وجود جرافات، وأدركت أنهم يتعرضون لهجوم، وتحاول جرة جيك إلى بر الأمان. ويستيقظ جيك الأفاتار ويصعد على إحدى الجرافات ويحاول إيقافها، ويحطم نظام الكاميرا ويجبر الجنود على الإطلاق النار عليه، لكن لحسن الحظ تمكنت جيك من الهروب. وبالعودة إلى المنشأة شاهد العقيد شريط المراقبة ورأى وجه جيك الذي حاول إفشال مهمتهم، ثم دخل إلى غرفة البحث غاضبا عن جيك وغريس، بينما تواصل الجرافات تدمير المكان وتدمر أوماتيكايا المكان المقدس. ويجتمع قوم النافي ويقررون محاربة الجنود، لكن جيك وغريس يبذلان جهدهما لمنعهما من فعل ذلك، ويحاول تسوتي قتل جيك بعد علمه بزواجه من نايتيري. بعدها يسقط جيك وغريس، وذلك لأن العقيد قام بقطع الاتصال بالأفاتار. غريس غاضبة من العقيد ويتضح أنهم ليسوا على وفاق، وتخبره بأن النافي لن يتخلوا أبدا عن موطنهم. قرر العقيد غزوهم واستخدام القنابل الغازية لطردهم. يتوسل إليه جيك ويطلب منه أن يعود إلى النافي لمحاولة إقناعهم بالمغادرة، ويخبره باركر بأن لديه ساعة واحدة فقط لفعل ذلك. وبعد عودته إلى النافي أخبرهم بأنهم تحت الغزو، واعترف لهم بأنه واحد منهم. أحست نايتيري بالخيانة ودفعت جيك لأنها لم تعد تطيقه. أخذ القوم غريس وجيك كرهائن ويستعدون لمحاربة البشر، وجاء العقيد ورجاله بعدد كبير من السفن والطائرات، وبعدها تبدأ الحرب. ويهاجم النافي بالأسهم لكنها لا تقارن بأسلحة الجنود. وبعد عدة انفجارات تم تدمير القرية بالكامل، وتسبب في مقتل العديد من النافي. وتعود الملكة إلى جيك وغريس وتحررهما وتتوسل إليهم لإنقاذ قبيلتهم. ودعوت جيك إلى نايتيري لمواساتها لفقدانها والدها، لكنها لا تريده أن يكون بجانبها. وقبل وفاة الملك يطلب منها أخذ القوس المقدس وأن تقود الشعب. عادت جيك وغريس إلى شكلهما البشري، وتم القبض عليهم بتهمة الخيانة، وتم القبض أيضا على نورم، لكن ترودي تقوم بمساعدتهم وتخرجهم من الحجز، ويستقلون طائرة للهروب من المنشأة. ولسوء الحظ لاحظهم العقيد وأطلق النار على الطائرة وأصاب غريس، ويصلون إلى الجبال. ويدخل جيك إلى الكبسولة ويستيقظ مرة أخرى كأفاتار، ويعلم أن النافي لن يقبلوا به، وفكر في أخذ توراك. يعلم أنها مهمة خطيرة لكنه السبيل الوحيد لإعادة الثقة مع القوم النافي، وخطط لفعل ذلك لكن قد يتسبب في مقتله. يقترب منه ببطء من الأعلى ويقفز على ظهره، ونجح في ذلك. كان قوم النافي مجتمعين قبل أن يدخل عليهم
جيك راكبا التوراك. لم يصدقوا ما رأوه وبدأوا باحترام جيك، ويطلب جيك المساعدة من سوتي لمحاربة الجيش البشري، ويحاول إنقاذ غريس بالتعاون مع قوم النافي. حاولت الملكة أن تنقل روح غريس البشرية إلى الأفاتار لكنها لم تستطع، لأن إصابة غريس كانت بليغة، وموتها أغضب جيك وبدأ يحفز القوم على القضاء على البشر. ويظهر الجنود بالطائرات وأيضا النافي مع مخلوقاتهم الطائرة. جيك يطير بالأسطوري توراك بينما بقية القوم مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل كوكبهم، وتبدأ المعركة الكبرى. ولكن هذه المرة كانت المواجهة متكافئة، وبدأ العقيد بملاحقة جيك ويطلق عليه النار. ولحسن الحظ تصل ترودي وتساعد جيك وتطلق النار على العقيد، سمحت لجيك بالفرار. وفي الجهة الأخرى مات طائر نايتيري، وأيضا قتلت سوتي، وترى نايتيري دمار كوكبها. في الوقت الذي نايتيري متشائمة تصل مجموعة من الحيوانات لمساعدتها وقومها، ومباشرة هاجمت الجنود وعاد الحماس لنايتيري للقتال، وكل المخلوقات تنضم لحماية كوكب باندورا. وبدأ الجنود بالتراجع، وذهبت جيك إلى الطائرة التي بها القنابل وألقى عليهم قنبلة وقام بتفجيرها بالكامل، ويرمي أيضا قنبلة في مركبة العقيد. لكن الأخير يهرب بمركبة تشبه الرجل الآلي، وللأسف يكتشف العقيد معسكر غريس السري ويحاول قتل جيك البشري. لكن نايتيري توقفه وتهاجمه مع أحد الحيوانات، لكن العقيد الحقير قام بقتله وعلقت نايتيري تحته. ولكن قبل أن يقتلها جاءت جيك وأنقذها، ويبدأ مباشرة في مهاجمة العقيد، لكن العقيد سيطر عليه وكان على وشك قضاء عليه. وتنهض نايتيري وتطلق على العقيد سهما، ثم ترسل له سهما آخر الذي يقتل العقيد. لكن قبل وفاته كان قد ألحق الضرر بالكبسولة التي فيها جيك البشري. يخرج جيك لكنه يجد صعوبة في التنفس ويحاول ارتداء القناع، ولحسن الحظ تدخل نايتيري وتساعده، وأول مرة ترى فيها جيك البشري. وفي آخر مشهد نرى فيها جيك ينقل روحه إلى الأفاتار، وينتهي الفيلم بهذه الطقوس وبفتح جيك لعينيه. وهنا نكون قد انتهينا من تلخيص الفيلم. أتمنى أن يعجبكم، إن أعجبكم الفيديو اضغط لايك واشتراكك في القناة، وأيضا لا تنسى قراءة الحديث الظاهر، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.